بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هذا موديل of brain stem. عندنا المدلة oblongata, pons و midbrain. طبعاً الأشياء اللي نستطيع أن نشوفها في anterior surface of المدلة oblongata, في المنتصف عندنا anterior median fissure, lateral to it عندنا the pyramid, وعندنا lateral to the pyramid عندنا the olive, وعندنا lateral to the olive inferior cerebellar peduncle. طبعا ال inferior cerebellar peduncle نستطيع ان نراها في ال anterior surface, وكذلك نستطيع ان نراها في ال posterior surface. طبعا عندنا مجموعة من النيرفز اللي تظهر من المدلة oblongata. بين ال pons والمدلة oblongata عندنا 3 nerves من السادس إلى الثامن. طبعا السيكست اللي هو الأبدوسنت, السابع اللي هو الفاشيال, الإيث اللي هو الفيستيبولو كوكلير. عندنا lateral to the olive وميديال to inferior cerebellar peduncle 3 nerves أيضا, اللي هو الناينث والتنث والإلفنث, اللي هم الجلوسوفارينجيال, الفيغس, والحادي عشر اللي هو الأكسسوري. وعندنا بين the olive وthe pyramid عندنا اللي هو النيرف الأخير اللي هو الهايبوغلوسال. طبعا هذه الأشياء اللي نستطيع أن نراها في anterior surface of المدلة oblongata. بالنسبة للبونز يعني لا يعني أشياء قليلة. عندنا الgrove for basilar artery, عندنا كذلك أيضا superficial transverse putine fibers, كذلك عندنا nerve واحد اللي هو trigeminal nerve. هذه الأشياء اللي نستطيع أن نراها في the anterior surface of bones. بالنسبة للmidbrain عندنا الcross cerebri الملونة بالأزرق, عندنا النيرف اللي طالع ميديال تو كروس سيربراي اللي هو الأوكولو موتر اللي هو النيرف الثالث. طبعا لا كثير يعني ممكن انه يسأل هنا. طبعا عندنا هنا اللي هو الأوبتيك نيرف. طبعا إذا علم لنا على واحد من هذولا فنقول أوبتيك نير, لكن إذا حدد لنا على الاثنين فنقول له أوبتيك كيازم. طيب طبعا هنا عندنا اللي هو الأوبتيك تراكت. طبعا اللي أنا أقوله ليس جزءا من الميد برين, لكنه يعني الأشياء المتعلقة بهذا الموديل. هنا نستطيع أن نشوف الماميلاري بادي طبعا اللي باللون الأخضر, هذه الماميلاري بودي. طبعا الجزء من البرين اللي نشوفه هنا اللي هو الانسولا. بعد ما شلنا الانسولا نشوف هنا اللينتيفورم نيوكليوس, حواليها عندنا الكوديت نيوكليوس. طبعا لو سأل في الاختبار يعني ربما ما بيحدد كامل الكوديت نيوكليوس, فيقول لك يحدد مثلا او يسود على هذا البارت فتقول له الهيد اوف كوديت نيوكليوس, او هنا فتقول له البادي اوف كوديت نيوكليوس, او هنا فنقول التيل اوف كوديت نيوكليوس. اللي امامنا الان هو البوستيريور اسبيكت اوف ميد برين. عندنا في المنتصف او بالاحرى عن امتداد سباينال كورد اللي هو البوستيريور ميديان سالكس, عندنا لاترال تو ات عندنا اللي هو الكراسيل تيوبريكل. طبعا عندنا lateral to it الجزء الصغير هذا اللي ترونه اللي هي الكونيات تيوبريكل. lateral to كونيات تيوبريكل مثل ما ذكرنا سالفا اللي نستطيع ان نراها من الامام وكذلك من الخلف اللي هو الانفيرور سيربلر بيدنكل. هذا هو الفلور اوف فورث فنتريكل. في المنتصف عندنا الميديان سالكس. طبعا في الفلور اوف فورث فنتريكل الدكتور ممكن يسأل حاجتين. الحاجه الاولى اذا سود في الجزء العلوي فحنا نقول له فاشيال كوليكولس.
وإذا سود لنا في أسفل الفلور أو فورث فنتريكل فاحتمال إن إحنا نكتب له واحد من إجابتين إما فيجل تريانجل أو هايبوغلوسال تريانجل. طبعا هنا عندنا هنا وهنا عندنا الميدل سيربلر بيدنكل وهذه طبعا السوبيريور سيربلر بيدنكل. مثل ما نشوف عندنا هنا اللي هو تروكيال نيرف مثل ما نعرف هو النيرف الوحيد اللي خارج من البوستيريور النيرف الوحيد اللي خارج من البوستيريور اسبيكت اوف ميد برين او برين ستيم عموما. هنا نشوف الكوليكولاي سوبيريور كوليكولاي اند انفيريور كوليكولاي. لو سود لنا عليهم كلهم فالاجابه بتكون تيكتم of brain. طبعا اعلى الكوليكولاي superior inferior عندنا البينيال جلاند وعندنا في الجوانب هنا عندنا الثلماي. طبعا الجزء هذا من الثلمس اللي هو lateral geniculate body لانه مثل ما نعرف هو يصل له اللي هو الاوبتيك تراكت فهذا اللاترال جينكيلات بودي. عندنا هنا البلفينار اللي هو الجزء الخلفي من الثلماي. طبعا هذه هي الاشياء اللي ركز عليها الدكتور في البوستيريور سيرفيس او ميد برين. الدكتور طبعا شرح على هذا الموديل لكن لا جديد لكن فقط انه يعني بلاستينيتد يعني لا اكثر. الاشياء اللي ركز عليها اللي هو الكروس سيربراي اللي ملونه هنا عندنا كذلك ايضا ركز على اللي تشوفونها الان الماميلاري بودز طبعا هذا الاوبتيك كياسم هذه الاوبتيك تراكت ومن الخلف. فالاشياء الوحيده اللي ركز عليها الدكتور مثل ما ذكرناها سابقا اللي هو التيكتم of midbrain اللي فيها superior والinferior colliculi هذا الفلور of fourth ventricle. طبعا مثل ما ذكرنا في الأعلى عندنا هنا الفاشل colliculus لو سود لنا هنا سود لنا في الأسفل فتحتمل إجابتين إما vagal triangle أو hypoglossal triangle. لأمامنا الآن هو superior aspect of cerebellum. الدكتور فقط ركز على شيئين اللي عندنا في المنتصف اللي هو الفيرمس وكذلك عندنا البرايمري فيشر اللي يفصلنا بين الانتيريور لوبس والميدل لوبس أو مسمى آخر اللي هو البوستيريور لوبس. هذا بالنسبة للsuperior aspect. بالنسبة للinferior aspect الدكتور فقط ركز على ثلاثة أشياء. عندنا هنا التونسيلز اللي معلمة بالأسود وكذلك عندنا اللي تشوفونها معلمة بالأزرق اللي هي الفلوكولاي أو الوحدة فلوكولاس والشيء الثالث والأخير اللي هي النوديول. طبعا عندنا في المنتصف هنا عندنا البيراميد وعندنا تيوبر لكن الدكتور فقط يعني ذكر لنا اللي هي النوديول. هذا بالنسبة لل inferior aspect. طبعا اذا سوينا كات للسربلم بنشوف شيء واضح اللي هي الاربور فايتي او تري اوف لايف. طبعا اللي امامنا الان اللي هو سوبرولاترال سيرفيس واللاترال سيرفيس اوف سيربرال هيمسفير. اشياء قليله فقط ركز عليها الدكتور. عندنا تو سلكاي ركز عليهم الدكتور اللي هو اللاترال سلكس وهنا عندنا السنترال سلكس. طبعا امام السنترال سلكس عندنا البري سنترال جايروس وكذلك عندنا خلف السنترال سلكس عندنا البوست سنترال جايروس. طبعا لو سال الدكتور عن الاريا ما نقول له مثلا بري سنترال جايروس ولا البوست سنترال جايروس لكن نقول له الموتر اريا او هنا sensory area. هذا لو سأل عن الاريا لكن إذا سأل عن الجايروس فنجاوبه إما pre أو post
سنترال جايروس. بالنسبة لللاترال فيشر فعندنا هنا منطقة يعني عند ال beginning of lateral fissure اللي هي البروكس موتر اريا اوف سبيتش، هذه ممكن يحدد عليها في الاختبار. كذلك ايضا من الاشياء اللي يستطيع الدكتور انه يسالها هنا وركز عليها، عندنا اللوبس، عندنا الفرونتال والبارايتال والاوكسيبتال، كذلك عندنا هنا التمبورال. طبعا ربما الدكتور يعني ما يقول لك يعني وش هذا اللوب على سبيل المثال هنا، لكن بيقول لك what's this area، فما تجاوب تقول له الاوكسيبتال لوب، لكن تقول له visual area. هذه من الأشياء اللي نبه عليها الدكتور. بالنسبة للميديال aspect of cerebral hemisphere عندنا اللي هي هنا عندنا الكالكراين سالكس وعندنا البارايتو اوكسيبتال سالكس، ويكون بينهم عندنا اللي هي هنا اللي هي الكونيوس. طبعا تحت الكونيوس، اذا عندنا الكونيوس والمنطقه ايضا اللي تحتها يعني اقصد المنطقه بين الكالكراين سالكس، هنا عندنا اللي هي الاوكسيبتال لوب، او ربما يسال عن الاريا فنقول له الفيجوال اريا. طبعا عندنا جنب اللي هو الكونيوس عندنا البي كونيوس، ايضا عندنا الى جانبها هنا عندنا الباراسنترال جايروس، نعرف ان نشوف السنترال سالكس يمشي في النص فيها، وعندنا ما تبقى من هذه المنطقه اللي هي الميديال فرونتال جايروس. عندنا هنا السينجوليت جايروس اللي تكون بين السينجوليت سالكس والكلوزال سالكس، عندنا هنا الكوربوس كلوزم، طبعا ربما ما يحدد لنا اياه كامل لكن يقول لك وش البارت، مثلا هنا تقول له روستروم، هنا الجينو، وهنا البادي، واخيرا عندنا هنا سبلينيوم. بالنسبه للكافيتي اللي نشوفها هنا، فهذا الكافيتي اوف لاترال فنتريكل، هذا اذا كانت مفتوحه، لكن اذا كانت مسكره مثل ما هو موجود في هذا الموديل فتقول له سيبتم بيلوسيدم، او مثل ما هي موجوده في هذا الموديل اللي امامنا. طبعا اسفل الكافيتي هذه عندنا مثل ما هو واضح هنا اللي هو الفورنكس، او مثل ما نشوف في هذا الموديل تحت السبتم بيلوسيدم عندنا هنا الفورنكس، او في هذا الموديل عندنا اللي تشوفونه بالابيض هذا هو الفورنكس، وهذا عندنا الكورويد بلكسس. كذلك عندنا هنا واضحة بينيال جلاند سيربال أكويدكت، وعندنا هنا فورث فينتريكل، طبعا هنا مثل ما تعرفون ميدلا بلونجاتا، عندنا هنا البونز، وعندنا هنا الميد برين. يعني تقريبا يعني هذه الأشياء اللي ركز عليها الدكتور في هذا الموديل. مثل ما تشوفون في هذا الموديل طبعا هنا عندنا مسودة اللي هي الثلمس، وعندنا هنا الهايبوثلمس، طبعا بين الثلمس وبين الهايبوثلمس عندنا الهايبوثلاميك سالكس. بالنسبة للبلاد سبلاي اوف برين، الدكتور فقط ركز على المين ارتريز اللي تغذي البرين. طبعا عندنا هنا اللي هو الانتيريور سيربرال ارتري، بوستيريور سيربرال ارتري. ربما يعني ما يعطينا هذا الموديل، ربما يورينا هذا الموديل فيقول لي هذه الاريا سبلاي باي ويتش ارتري، فتقول له اللي هو انتيريور سيربرال ارتري. طبعا في هذا الموديل اللي هو الميدر سيربرال ارتري ربما ما يكون واضح طبعا، لكن اللي هنا يعني نراها هي تفرعات من الميدل سيربرال ارتري، لانه هو مخفي يعني خلف اللاترال سالكس. بالنسبة للسيربروسباينال فلويد فهذا هو اللاترال فنتريكل، عندنا الانتيريور هورن، عندنا البودي، عندنا البوستيريور هورن، وعندنا كذلك الانفيريور هورن. هذا هو
third ventricle, وهذا interventricular foramen اللي توصلنا بين اللاترال والثيرد ventricles. هذه اللي نشوفها هي السيريبرال اكويدكت. هذا فورث فنتريكل، وما تبقى عندنا فهي السنترال كانال. طبعا في هذا الموديل يوضحنا بعض اجزاء الليمبيك سيستم. الجزء هذا اللي يشبه المخالب او الكرولايك شيب اللي هو البيس هيبوكامبس، الجزء هذا الأمامي، وما تبقى عندنا هو الهيبوكامبس. الجزء اللي بالأخضر ميديالي هذه الدندات جايروس، وعندنا ميديال تويت عندنا البارا هيبوكامبل جايروس، وعندنا في الأمام امتدادا للبارا هيبوكامبل جايروس عندنا هنا الأنكس اللي هي امتداد للبارا هيبوكامبل جايروس. طبعا المنطقة هذه هي الفورنيكس. Retract. Optic nerve. That is second. Third, fourth, sixth. Okay. The fifth is here, trigeminal. Seventh, it is not clear in this model here. It's damaged. 9, 10, 11 is here. All are here. And 12th is in the foramen magnum. You see from the wall of the foramen magnum? Yes. It is 12th. Vessels again. Sulcus. This is a basilar artery, posterior cerebral artery, posterior communicating artery, internal carotid, middle cerebral, anterior cerebral, anterior communicating together form circle of Willis. But in the... Okay. Yes, we'll ask. Okay. Doctor. Because this... Sulcus. See, it's very easy for me to take a wire and put it around this artery. Yes. Anterior cerebral artery. See your picture of the basal region of circle of Willis. Doctor, sigmoid sulcus and the transverse sulcus again. This is the transverse sinus, sulcus for transverse sinus. This sulcus for sigmoid sinus. Both side, bilateral. What it about the doctor vein? Transverse and sigmoid sinus. To this is clear? Good, clear. About veins. Transverse and here, sigmoid. It's required. Cella turcica. Here, this is pituitary fossa. Yes. Cella turcica. For pituitary. Yeah. But doctor, okay. What on each side? Cavernous sinus. Cavernous sinus. Arteries in the cavernous sinus. Okay? Where is it the cavernous sinus to prove? Biggest two parts. On each side here. Yeah. This is cella turcica, pituitary fossa. Okay? Done. This is cerebellar fossa for cerebellum. Okay? This is Dr. the cavernous sinus. No, not so do here. This, very close. Very close. On each side of pituitary is cavernous sinus. Doctor, this is pituitary fossa. On each side of pituitary fossa is cavernous sinus. Where is it? It is not seen in the model. We have to mark with color, black color. We remove the artery in a blank skull, take from anatomy lab. Okay. And intuitive mark. Is there anything can be asked from this mention, model? Mention about this model this much. Yes. But we have the without all blood vessels, blank skull from the anatomy department. Blank skull, no artery, no vein. And where we mark with the cavernous sinus? Here, veins, on each side. Veins. Arteries. Up to this. Doctor, arteries outside, just for video. This is a vertebral artery. This is vertebral artery. This is a common carotid. This is internal carotid. This is external carotid. Yes. Artery with the branches is always external. Without branches, is internal. Doctor, mention about maybe to be asked in the exam. This one. What all can be asked, whatever I told you. Maybe the question in the video. Cavernous sinus. Yes. Already what I do see. Where, this one is the corpus callosum in a transverse section, horizontal section. Here you see the septum pellucidum in the midline. Here you see the fornix, round part. This is the cavity of anterior horn of lateral ventricle. Into it, you see this thing is the head of caudate nucleus. Then you see this biconvex lens-like nucleus. Lentiform. It is lentiform nucleus. Lateral part, dark, is known as putamen. Medial part, light, is known as globus pallidus. Behind this one, here is the thalamus, big nucleus. Okay. Between caudate nucleus, lentiform nucleus and thalamus, V-shaped internal capsule. Parts of internal capsule, anterior limb between caudate nucleus and lentiform nucleus.
between caudate, the lentiform nucleus and thalamus posterior limb. The band is known as genu. Mm-hmm. Okay. This midline slit-like gap is known as third ventricle. Here you see the fibers going to the occipital lobe, white lining. These are known as the optic radiation. Okay. Lateral to this lentiform nucleus, you see there is a white matter, into white matter there is a gray matter. So external capsule, claustrum, extreme capsule, and insula. This is insula. Yes. Okay. But these are small things, big things. The caudate nucleus, lentiform nucleus, thalamus, anterior limb, posterior limb, genu of internal capsule, optic radiation. Okay. All others are still there and they are seen. Okay. Okay. Yeah, finish. Stop. But only these? Up to this one. Sure.